رياضية كروية بديعة وجميلة مع هبوب الكتلة المثلجة إلى منطقة الشرق الأوسط وانخفاض درجات الحرارة، نتمنى أن تلتهب الحرارة في المستطيل الأخضر بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي. زي ما احنا عارفين أن انتهى الدور الأول ومباراة القمة في الدور الأول بفوز نادي الزمالك 2-1. دور يرجع لورا مرة تانية لأحمد صالح وأيمن عبد العزيز وماشا وكوليبالي وكوليبالي وعايز وهوبا حلوة 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 في الشمال سعيد عبد العزيز طويلة وعالية وحلوة يلم يا ولد يا لعيب وماشي جودة وهيرفع بيمينه هوبا الله 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 حلوة 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 اتعملت حلوة قوي قوي من محمد جودة المنطلق من ناحية الشمال جميلة ومعاه أحمد صالح أخد الكرة بشماله عرضية جميلة جدا وفرصة مؤكدة للنادي الأهلي يطير في الهواء هشام جميلة جدا من كلا الفريقين وجودة مرة تانية مفتاح لعبة حلوة قوي من ناحية الشمال لسعيد اللي بيدور وعرضية خطيرة حسام عبد المنعم يطلع وهوبا يا نهار أبيض هنا هو هنا وهنا يعني معناها إن هو ما عندوش مشكلة في حساب أي حاجة سعيد وشوطة هوبا حلوة يا سعيد هشام حنفي ابراهيم حسن ابراهيم عايز يشوط من بعيد بعيدة قوي حلوة يا ابراهيم والله حلوة 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 ايمن عرضية عالية وحلوة يا ولد يا ولد الله الله ولسه كرة عالية ومعدية يا نهار ابيض مش ممكن جميلة دي وادي ايمن عبد العزيز اهو ويطلع يا ولد يا كوليبالي لكن يطلعها من قلب الجون سعيد عبد العزيز ورا سعيد عبد الحفيظ ويلعبها عرضيه جميله وعاليه وخطيره وهوبا ولسه يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا وليد يا صلاح الدين يا فنان مش ممكن مش ممكن مش ممكن كوره مش عايزه تخش عملها ابراهيم حسن جميله وعلى صدره جوده تقلش وتروح وتضرب في كعب وفاروق وترجع لوليد يرقص ترقيصه فنان كبير قوي وبشماله تضرب في القائم وترجع ايه الحظ ده وهادي هيعمل باص طويل ارضيه مش مظبوطه من هادي والهجمه المرتده ممكنه دلوقتي كوليبالي ماشي وبيفتح له غندور كوليبالي كوليبالي وارضيه حلوه وهيشوط وهي وهوبا ضعيفه 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 خيره وسعيد وعرضيه مش مظبوطه من سعيد وتتهد مره ثانيه وشوطه حلوه 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 سعيد ارضيه حلوه ومعديه وماشي من ناحيه الشمال وجوده الله 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 يا جودة حلوة 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 بالكور الطويلة المحتاجة لجري جامد جدا ومن وليد صلاح الدين في الكور الموجودة في وسط الملعب وادي انفراد وفاروق اتأخر فاروق ينقض أيمن عبد العزيز وينقذ كورة من على قدم محمد فاروق استاد القاهرة وعرضية عالية حلوة تعدي على طول عمرو فهيم ولمسة وشوطة وهوبا الله 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 ولاعب ديفندر لاعب وسط مدافع وادي واحده تانية اهي وبيلم علاء وتصليحه وعلى وش رجله هشام عايز يجرب ولا ايه وبيلمه على شماله وبشماله هوب هو يا ولد يا ولد الله 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 وداخل حلوه يا ولد ريان اهو بينزل الملعب وله تاريخ كويس قوي ياسر ريان في مباراه الاهلي والزمالك بالذات وادي التمريره الحلوه علاء ابراهيم وعلاء ابراهيم وعلى مره واحده يا فرصة كبيرة للنادي الأهلي بدء انضمامه لنادي الزمالك في بداية هذا الموسم والهجمة تانية لنادي الزمالك من ناحية اليمين وتروح تاني إلى محمد صبري وصبري عادل على رجله اليمين هتيجي ضعيفة إنما شوطة حلوة هجمة حلوة هجمة في بداية طريقه في دور الثمانية لبطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري كوليبالي والشوطة من بعيد لكن يمسك على طول عصام الحضري شكلها سهل لكن وتتنقل الكوره وعلى طول لخالد الغندور وعلى رجله الشمال وشوطه جامد مصر حلوه 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 تماما عند محمد صبري تاني علاء وبيعدي وبيعدي علاء ومعاه سيد عفيف عدى وعايز يعملها العرضيه وعدى والسكه قدامه مفتوحه وعملها عرضيه وبتعدي مفيش حد خالص وتاني ياسر ريان وبيلعبها على الارض و بيصلحها راحت سيد عبد الحفيظ سيد وكسر على جوه وبيدي لابراهيم حسن تغطية ضعيفة وهيلعب وعرضية ومنتهى الخطورة وعبد الواحد منتهى حسن الحظ منتهى حسن مع اخر كورة ياسر ريان
وينقل تاني ناحيه الشمال وبيصفر حكم اللقاء ماركوس ميرك بانتهاء المباراه بالتعادل.